صحة شيبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث مقياس. الحسد آفة من الآفات الكبيرة اللي وقت تمس العبد وتسكنه لا تخليله ولا تبقيله. والحسد عافانا وعافاكم الله نار تحرق مولاها وتخليه رماد. والصفة هذه فيها برشة من تدني النفس وضعف إيمانها، وفيها كره الخير للغير. والحاسد ديما كيشوف النعمة في غيره ويحسدوا عليها ويتمنى لو أنها كانت ليله. وفي مرحلة أكثر تعاسة في الحسد يتمنى أصلاً لو أنه هيك النعمة تزول من عند غيره. والحسد موضوع حكايتنا لليلة، تكتبت عليه الكتب ومذكور في القرآن والسنة، على خاطره من أسوأ العادات اللي تجم تصيب الإنسان وتخسره دنيا واخرة. وفي هذا الباب بالذات نجم نذكر قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقولوا زاد صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. وعلى كل، احنا حكايتنا كما قلت لكم الساعة على الحسد، خلينا نتابعوها مع بعضنا ونشوفوا تفاصيلها ونرجو بعدها ونكملوا حديثنا. صاحبي شنو هذا؟ منا كريبه ومنا هي؟ شكون مولاه هذا؟ ما طلعتش نتاع المرة اللي فاتت كل مرة يجيب كرهة. صح لأمو، كان جيت الدنيا دنيا لا عندي كرهة بهاي. طب وكيف جاي يعمل في قهوة لهنا؟ جيت عندي لاني خوك طاير، مانيش لهنا الجملة سكر حتى. صحة لأمك، عطاتك الدنيا جميلة حتى كيف منك تخرج علي. أنا ما خرجتش علي الجملة. منقالة زادة جديدة هاي البرتابل، عندك البرتابل كي منقالته كي تليفونه. صحة لأمه، صحة لأمه. نورمال ما عندي المنقالة هيك التليفون. منين يجي فيهم الفلوس؟ بس سرق منظر ما عجبنيش، زعما بوه حتى بوه بس سرق، كلهم سراق. جاي يعمل في قهوة لها، قهوة هذي يعمل فيها قهوة. يا حاج الله لي نهدك، شكي تقلقل في راسك مساء. احترم روحك يا عاش ولدي، واعرف اش قاد تقول. يا عاش جيبكش قد بوك راني عيب. غلبتني بها، تتصنت فيها مساء. شابين عملك يا عاش ولدي، انت كنت تحكي زعما زعما بينك وبين روحك وانت تحكي بصوت عالي. طينو طينو ذلك يسيرش نزم طينو ذلك. بارك الله فيك. حب الصراحة صراحة تفضل أني نسمع فيك. ذكرتني في صغري. صغرك؟ رجعتني بتالي 30 سنة. زادة تم نحكي لي تاريخك. كن كنت في عمرك هكا كنت نقعد في القهوة هذه، هاي اللي كانت قهوة عربي، قهوة عادية والوحيدة في هالمنطقة هذه. هاي يذكروا بالخير الحاجة وطورها ولات قهوة عصرية. كانت طيولة صغيرة وكل كراسي اللي يطبقوا. تو 30 سنة التالي كنت نقعد هنا، واللي تعدى نخزر له قلب في العباد. لهذا قضية نحسدوا عليها ساعة ساعة قرطاس الحرب باكو غلة. قول بيني بين روحي كيف كنت انت هكا، قول
وجدت الدنيا دنيا راهي قضية نتاع عيانة. شو تقصد يا حاج؟ تعدى العمر، بلاد كبرت، شوارع وساعات، العمارات طلعت، تبنات الحوانت، والعباد اللي توفى توفى، واللي تولد تولد، واللي عرس عرس، واللي عمل مشروع وتطور، وانا كما قاعد تشوف فيا. تقصد معناها انا بعد 30 سنه باش نولي كيف كنت؟ الناس الكل تقدمت وانا عمال بالتوالي. شوف يا حاج ولدي، اسمع نصيحتي، خلي نتاع الناس للناس، لان حزدانه مش باش تاخذ من عندهم وتاخذ ليك، لا. ولهذا شمر على ذرعانك واخدم على روحك وابني مستقبلك بكد يمينك وعرق جبينك، ما ضيعش الوقت اللي ضيعته انا وضيعت حياتي. الحكاية متاع ليلى إذن قدمت لنا زوز نماذج للحساد، واحد في أول الطريق والثاني ضيع عمره هو يحسد في الناس، والنتيجة واضحة ومعروفة. ولو كان جاي يعرف اللي يحسد قداش في الطبيعة هذه من هم وغم، راهو قرر باش يبدل روحه ويصلح نفسه. ولو كان جاي يعرف اللي هو أكثر واحد متضرر من هالعادة السيئة هذه، راهو أكيد ما خلاش روحه توصل للمواصل هذه. واللي عنده الحسد متأصل في أخلاقه لازم يتوكل على ربي ويبدأ يصلح روحه. وصحيح الحكاية مش سهلة، ولكني في النهاية ما هيش مستحيلة وفيها برشا خدمة بينه وبين نفسه. أولها أنه لازم يقاوم روحه ويعودها على حب الخير لغيره، ولازم يقوي إيمانه بربي ويتلهف الأعمال اللي تلهيه على اللهوة بالناس وحزانهم على كل شيء يملكوه حتى على صحة بدنهم. وكي يرجع بينه وبين روحه تو يلقى ربي أعطاه نعم حتى هو ما أعطاهمش لغيره، وإنه زاد بالخدمة والتفاني في العمل والتوكل على الله ينجم يوصل فين وصلوا اللي كان يحسد فيهم وأكثر. النفس بطبيعتها أمارة بالسوء، والشيطان ديما يلوج منين يدخل الإنسان ويأصل فيه كل طبيعة خايبة ويشجع عليها. والعبد هنا لازم يعرف وقتاش وكيفاش يقف مع روحه وقفة حازمة ويأدبها ويعلمها ويغذيها بالخير والطاعات والالتزام بتعاليم الدين متاعنا وسنة النبي المصطفى الكريم اللي خلها لنا. الشيء اللي كفينا باش نطهروا أرواحنا وننظفوها من كل أخلاق سيئة تخسرنا دنيا وآخرة وتخسرنا في أهلنا وأحبابنا. ديتنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة ليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. صباح الخير وليلتكم زينة. Thank you.